السلامة ومرحبا بكم الناس الكل، ان شاء الله تكونوا بألف خير يا ربي. اليوم جيتكم برسالة جديدة. اليوم مش نعملوا مع بعضنا لي مادلين، كما تعرفوا تويكا رجعوا صغيراتنا يقراوا، ان شاء الله ربي ينجحهم. ماذا بينا نعملوا لهم لمجة صحية ولمجة تكون نظيفة ونعملوا حدنا في الدار. اليوم اخترت باش نعمل لي مادلين بطريقة ياسر بسيطة، وما نحكي لكمش على البنة، ياسر بنين. ان شاء الله تجربوها الوصفة وان شاء الله تعجبكم. قبل ما نمروا للمكونات وطريقة التحضير، حبيت نقولكم اذا كنتم الزوار جدد مرحبا بكم، فضلا وليس امرا اشترك في القناة وفعل الجرس باش يوصلك كل جديد. ما تنسيوش باش تشجعوني بالجيم وتعملوا لي كومنتير تحت الفيديو. توا مش نحل لكم هكايا كعيبه قدامكم باش تشوفوها من داخل قداش هي طريه وهشوشه ياسر خفيفه، ياسر بنين. ان شاء الله تجربوها الوصفه وان شاء الله تعجبكم. مروا تويكا طريقه التحضير والمقادير. اول حاجه مش نبدا بها، نفقروا كعيبات العظم نتاعنا. كما قلت لكم العظم ضروري انه يكون بحراره الغرفه، ما يكونش بالثلاجه. مش نصبوا 130 غرام سكر، مش نركضهم بالركاض الكهربائي، مش مشكلة نجمو راهو تركضوه بالركاض اليدوي كيف كيف نفس الريزلتا. كيما تلاحظوا ركضتهم لين تغير لونهم ولا لونهم مستبيض. في المرحلة هذه مش نزيد مغيرفة المربى متاع المشمش. المشمش يعطيه كولير من بعد دوري مزيان كيف تطيب كعيبة المادلة متاعنا مادلين. بعد ما تطيب هذه زيست متاع الليمونة الحامضة، كما قلت لكم تنجموا تعوضوا بكو سكر فاني. والزبدة مش نصب بشوية وانا نركض بشوية بشوية. دونك تو كركفتهم كيما هكايا، كيما تلاحظوا ركفتهم تو بالباهي. تو مش ناخد الفارينة مش نغربلها، بالطبيعة لازمنا ندخلو كمية من الهواء في وسط الفات متاعنا. كذلك بكو الخميرة. نغربلوه كذلك كما تلاحظوا ديما نلقاو فيه تكتلات. باش ناخذ شويه الملح، ما نساواش شويه ملح مش برشا. كملوا نركضوا سيبوا هكايا ركضت الفارينة. ما نبيغوش في ركضان الفارينة باش من بعد يجي لي مادلة نتاعنا شوشو وطري ما يقعدش من بعدين يابس. تويكا مش في اخر مرحلة مش نصب كعيبة الياغورت.
كمل نركضها كذلك. سيبو هاكي المدلين متاعي تويكا حاضر، ركضتو مريقل. تويكا في المرحلة هذه ما احناش مش نطيبوه ديريك، مش نغطيوه بابي سلوفان وندخلوه على الثلاجة يرتاح مدة ساعة. وإذا كنتوا مزروبين تنجم تحطوه في المجمد في الكونجيلاتور، تحطوه نسيف ساعة قبل ما تطيبوه. المرحلة هذه مهمة جدا راهي بالنسبة للمدلين باش ينجح معكم ويجي بنين وتحفون ويعطينا ريزلتا كيما اللي نشريوه من السوق. لازمنا نعتمدوا الطريقة هذه، الاستيس هذه مهمة جدا. تو مش ندخلوا للثلاجة مدة ساعة ومن بعد نرجع نكملوا ريجلوه مع بعضنا. دونك تو رجعت لكم بعد سوية ملي ارتاحت المدلان تاعنا ارتاح. تو مش ناخذ القوالب اللي مش نعمل فيهم، مش نستعمل القوالب السيليكون. تو مش ندهنوهم بشوية زبدة نجمو تستعملوا القوالب الحديد، واذا كان مش متوفرين القوالب هذوما تنجم كذلك تعملوا في القوالب الورقيه. سيبو هكايا كملت دهنتهم بالزبده كما تلاحظوا. تو مش ناخذ شويه فرينه شوية هكية الفور متاعي قاعد يسخن على 200 درجة. ماذا بكم اقوى حاجة في الفور متاعكم تخليوه يسخن بالباهي بالباهي، وبعد ما يسخن على الاخر هذه استيس تبعوها باش ينجح معكم ويجيكم ريزلتا مزيانة. بعد ما نخليوه يسخن بالباهي بالباهي على اقوى درجة عندكم في الفور، نطفيو عليه مدة 5 دقائق وندخلو الكايبات المدلين متاعنا. خليوهم 5 دقائق ومن بعد نرجع نحلو عليهم الفور ونخليوهم يطيبو. وقت اللي نراهم وليو هكايا بومبي وتنفخو نحلو عليهم شوية النار من الفوق جوست نعطيهم اللون الدوري ونطفيو عليهم. سي بون هكايا كايبات المدلين متاعنا حضرو. العجين كيما تلاحظوا راهو العجين ماهوش كيما التكستير نتاعو، ماهوش كيما بقيه لي كيك كيما تلاحظوا هكايا يكون متماسك شويه. ناخذوا تويكا بالمغرفه ونصبوا في القوالب نتاعنا، ما نعبيهمش برشا. شويه شويه باش تلقى الكعيبه المدلين كي تتنفخ منعفو بالخميرة تتضاعف الحجم متاعها تجينا كعيبة مزيانة وكعيبة مرتوبة. نجمو تعملو بالبوشة دوي كيما نجمو نعملو كيما هكايا بالمغرفة. نزلوا عليهم كما هكا مش نتوي كان ندخلهم للفور يطيبوا ومن بعد ما يطيبوا وانا نوريهم لكم. المدلين متاعي حضر خرجته كما تلاحظوا هكايا من الفور، خليه يبرد شويه ما احكي لكمش قديش هكايا طري وحشوش. مش هنكمل
بقية الخليط الكل كيما هكية بالطريقة نفسها. شوفوا ما شاء الله. مش نعود بنفس الطريقة، ندهن القوالب متاعي بالزبدة. ندهنهم هكايا بالباهي بالباهي. كيف العادة نرش شوية فيرينا. ونعاودو نعبيو القويبات متاعنا. نفس الطريقة نحكي لكمش على الريحة، ياسر بنينة ريحة الجو متاع الياغورت المشماش بنينة. نستويوها هكايا، ندخلو للفور يطيب، بعد نكمل نفسي بقية الخليط كيما وريتكم ونوريكم الريزلتا النهائية. دونك تويكا كملت طيبت كعيبات لي مادلين متاعي الكل كيما تلاحظوا، هذايا هكا الشكل متاعهم. نجمو تحطوهم كيما هكا وكيما نجمو نرش عليهم شوية سكر كلاس. دونك بعد نوريكم، وكما تنجموا نسريو شويه شوكولاته نذوبوها على بان ماري والا في الميكروون، وناخذوا القالب اللي طيبنا فيه المادلين نتاعنا نرميه نعبي هكايا بالشوكولاته، نوزعه على كامل الفورمه نتاع كعبه المادلين. ما تلاحظوا هكايا ونعاود نرمي الكعيبة كيما هكا. كيما قلت لكم زينة اختيارية، كيما تحبوا تنجموا تعملوا، نجموا تكتفيوا بهم هكايا وكاهو ما غير ما تزينوهم. كيما نجموا نزيدوا نشربوا بهم زيراتنا ونعملوهم بالشوكولاتة، نعرفوا الزيرات يحبوا ياسر الشوكولاتة نعملو لهم بالشوكولاتة. كيما هكا وهنا ورجع نرميها. نرجع ندخلهم للثلاجة باش تتماسك مع الشوكولاتة وتبرد بالباهي، بعد نرجع نوريهم لكم. نكملهم الكل بنفس الطريقة وبعد ما يبردوا ويخرجوا نخرجهم من الثلاجة بعد ما يتماسكوا، وانا نوري لكم المشهد النهائي متاعهم. هذوما لي مادلين متاعنا اللي عملناهم بالشوكولاتة كيما تلاحظوا الشكل متاعهم. منظرهم ياسر مزيان وياسر حلوين،
هكا وصفتنا كانت لليوم، ان شاء الله تجربوها وان شاء الله تعجبكم. ما تنسوش باش تشاركوني تطبيقاتكم على جروب كويزين باي منو. هذو مالي بالسكر جلاس، وهذوما هكا اللي خليتهم كيما هما ما غير ما زينناهم. كيما قلت لكم ان شاء الله تجربوا الوصفه وان شاء الله تعجبكم. حطوا لي رايكم في التعليقات اللوطه تحت الفيديو، وفي وصفه قادمه ان شاء الله. وبسلامه.